سيدنا أبو حنيفة الإمام الكبير كان تاجر، جات له ست في السوق علشان تبيع له ثوب حرير، فقال بكم تبيعينه؟ فقالت بمئة درهم. قال هو أثمن من ذلك، بيفاصل لفوق هو اللي هيشتري. طب بكام؟ قالت له طب بمتين. قال له هو خير من ذلك، بكام؟ بتلتمية. حتى وصلوا معاها الربعمية، قالت له تخلص 400. قال لها برضه هو خير من ذلك، حتى جاء لها بمشتري فاشتراه بخمسمائة درهم. شايف التدقيق اللي بيدقق فيه أبو حنيفة؟ لأنه حافظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيتكلم عن الحقوق قبل المكسب، لما قال عليه الصلاة والسلام التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. لأن أشهر صفة للأنبياء هي الأمانة مع الخلق. ربنا يقول في القرآن إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين، ونفس الكلمة جت على لسان سيدنا هود وسيدنا صالح وسيدنا لوط وسيدنا شعيب إني لكم رسول أمين. أصل خد بالك، أسهل حاجة إنك تضحك على حد في البيع والشراء، تحط المية في اللبن وتلعب في عداد العربية عشان تبان إنها ماشية أقل، وتلعب في عداد التاكسي عشان تدفع الناس أكتر، وتلصم التليفون كده وتربطه وهو بايظ من جوه عشان تبيعه، سهل قوي. لكن ربنا مطلع، ولو ربنا استأمنك على مصالح الناس فكنت تاجر أمين يرفعك مع خواص الأنبياء والصديقين والشهداء. ولو خدعت وغشيت أصبح خصمك يوم القيامة هو ربنا، كما في الحديث قال تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. التلات أصناف دول ناس غشت في المعاملة ولم يكونوا أمناء، لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى في الحديث بيقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. ولو ربنا خرج بتخرج البركة. شوف دقة الكلام، أنا ثالث الشريكين، مادام مفيش خيانة يبقى ربنا معاك، وشوف بركة ربنا وربك معاك. ده اللي خلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يخرج إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال يا معشر التجار، فاستجابوا ورفعوا أعناقهم لرسول الله، قال إن التجار يوم القيامة يبعثون فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. عشان كده من أول الشباب الصغير اللي عايز يبقى عنده بيزنس على قده لغاية التجار الكبار أكثرهم نجاحاً، سيدنا رسول الله بيوصف لك نفسية التاجر، فقال صلى الله عليه وسلم إن أطيب الكسب، أطيب الكسب يعني أكتر الفلوس اللي فيها بركة. الفلوس بتخش في الصحة وتخش في العيال وفي مقتنياتك، فأنت محتاج يكون فيها بركة. قال إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا اشتروا لم يذموا. لما يجي يشتري بضاعة ما يقعدش يذم فيها عشان ياخدها برخيص. وإذا باعوا لم يطروا، وهو بيبيع بضاعته ما يقعدش يبالغ في مدحها عشان التاني ياخدها بالغالي. وإذا باعوا لم يطروا، وإذا كان عليهم لم يماطلوا، وإذا كان لهم لم يعسروا. نفسية التاجر الصدوق اللي بيفضل الحق على المكسب. أصل خد بالك، لو عرف يخدع العباد مش هيعرف يخدع ربهم، والمطلع الوحيد هو الله. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ممكن كده باللفظ السوقي تلبسوا البضاعة وتخرج منتشي، لكن ساعتها تسمع قول رب العالمين فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فأنا بقترح على كل واحد بيشتغل في التجارة، توب الآن بين يدي الله عن اللي فات وأحسن فيما يأتي، واعمل زي أهل المدينة اللي قبل الإسلام كانوا بيغشوا في التجارة ومشهورين بالتطفيف في الميزان. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول ابن عباس ونزلت معه ويل للمطففين، تراجعوا عن هذه الفعلة وحسنوا الكيل. إذا كان ربك بيقول لك وهو بيوصف التاجر وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فوصف التاجر أنه بيسعى في الأرض باحث عن فضل ربنا، وهل يأتي فضل الله بالغش والكذب؟ فاللهم أفض على أقوالنا وأفعالنا بالأمانة، واحفظنا إذا بعنا أو اشترينا من الغش والخيانة.